من أجل تنشيط المشهد الثقافي بولاية شلف، نظمت مؤسسة بيترفلاي أول طبعة لمهرجان الكتاب والفن، تظاهرة تقاطعت فيها خيوط الأدب والفنون بمشاركة مبدعين من شتى ربوع الوطن. حاولنا أننا ما نخصوش هذا النشاط ليكونش كمعرض للكتاب فقط، وإنما هو مهرجان، مهرجان متنوع فيه الجانب الإضافة إلى الجانب الإضافة إلى الكتاب والجانب الأدبي. حاولنا أننا بكل الأشكال يعني أننا نمد دوتر ديمونسيون يعني أبعاد أخرى كالجانب الموسيقي، السينما، المسرح، الفنون التشكيلية وحتى الموسيقى الكلاسيكية هنا في باب العرض. يعني هذا هو الهدف تاعنا. زائرون لهذه المساحة الفنية من جهتهم أكدوا على أهمية مثل هكذا تظاهرات، خاصة وأنها خرجت عن المألوف بجمعها لمختلف الفنون. جينا على أساس أنه معرض كتاب، ولكن لقينا فيه فنون مختلفة، لقينا ندوات، مسرحيات، فنون تشكيلية، كتب مختلفة وديار نشر مختلفة كذلك، حتى تلاقينا بكتاب قيمين وداروا قاموا بندوات وين أول مرة تصرح هكذا في شلف. جيت نشوف معرض الكتب هدايا، عجبني مليح، فيه بزاف نشاطات، موسيقى، داروا كما دوكا حيديروا دونزينا، حيديروا فيلم مليح، شرفونا لهنا في شلف. هي تظاهرة فنية أدبية شملت باقات متنوعة من النشاطات الثقافية، تستمر فعاليتها إلى غاية الخميس المقبل.